مساء النور والبركة. النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. خلال لقاءاته مع عدد من وزراء الخارجية، المقداد يؤكد تنسيق الجهود لإفشال محاولات الغرب التدخل في الشؤون الداخلية للدول. عرض قدرات الدفاع الجوي الإيراني، إزاحة الستار عن صاروخ رضوان الباليستي. لافروف: الغرب يزود سلطات كييف بالمعلومات والأسلحة لقصف المدنيين في دونباس. بحث وزير الخارجية والمغتربين مع وزراء خارجية بيلاروس ولاوس ونيكاراغوا وفنزويلا على أهم أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بحث تطورات على الساحة الدولية والقضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية. واتفق الدكتور فيصل المقداد ونظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي على العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في ظل ما تواجهه البلدان من إجراءات قسرية أحادية الجانب. كما اتفق الوزير المقداد مع وزير خارجية لاوس الديمقراطية الشعبية سلمى خاي كوماسيت على تبني مواقف واحدة إزاء عدة قضايا على الساحة الدولية. وخلال لقائه وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا، وقع الوزير المقداد على اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية. كذلك التقى الوزير المقداد مع وزير خارجية فنزويلا كارلوس فاريا توروتوسا، وأجريا مباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية واستغلال الإمكانات المتاحة بما يخدم مصالحهما المشتركة. جددت دول حركة عدم الانحياز موقفها الثابت بشأن الجولان السوري المحتل، مطالبة إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 وضرورة الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967. واعتمدت الحركة خلال اجتماعها الوزاري بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إعلانا سياسيا عكس مواقف الحركة من مختلف القضايا على الساحة الدولية، خاصة التأكيد على موقفها المبدئي والتزامها الثابت بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وضرورة إقامة نظام عالمي عادل ومنصف بعيدا عن الأثر السلبي للأزمات المالية والاقتصادية العالمية. في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفي أوج الحرب الباردة والاستقطاب بين المعسكرين السوفيتي والأمريكي وحلفي وارسو والناتو، أجواء قادت الدول التي لم تسعى إلى التحالف مع المعسكرين الغربي أو الشرقي إلى تشكيل تجمع غير منحاز مستقل ومحايد تحت اسم حركة عدم الانحياز، التي اعتبرت يوما ما التكتل الموازن بين كفتي العالم والحل لتجنب الغرق في صراعات القوى الكبرى. حركة عدم الانحياز أو ما عرف وقتها بالطريق الثالث تأسست من 29 دولة، وهي الدول التي حضرت مؤتمر باندونغ عام 1955، وهو أول تجمع منظم لدول الحركة، وتم الإعلان فيه عن المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول التي عرفت باسم مبادئ باندونغ العشر. وعلى أساس جغرافي أكثر اتساعا وبحضور ممثلين عن 25 دولة آسيوية وأفريقية، انعقد المؤتمر الأول للحركة في بلغراد عام 1961، وحدد أول تعريف لمفهوم سياسة عدم الانحياز، ثم توالى بعدها عقد المؤتمرات حتى المؤتمر الأخير بطهران عام 2012. كشرط للعضوية، لا يجوز لدول الحركة أن تكون جزءاً من تحالف عسكري متعدد الأطراف كحلف الناتو، أو أن توقع اتفاقية عسكرية ثنائية مع إحدى القوى الكبرى،
بل على الدولة أن تكون محايدة في السياسة الدولية، فالهدف المعلن لها منذ تأسيسها هو إعطاء صوت للبلدان النامية وتشجيع عملها المتضافر في القضايا العالمية. صياغة مصطلح عدم الانحياز تعود إلى مينون السياسي والدبلوماسي الهندي، وفضل الآباء المؤسسون إطلاق اسم حركة عليها وليس منظمة تفادياً للبيروقراطية، وهم رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو والرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس اليوغسلافي جوزيف بروز تيتو. أثناء السنوات التي تناهز 50 من عمرها، استطاعت الحركة أن تضم عدداً كبيراً من الدول وحركات التحرير. ومن استقراء التاريخ نجد أن دول الحركة قد برهنت على قدرتها على التغلب على خلافاتها، وأوجدت أساساً مشتركاً للعمل يفضي إلى التعاون المتبادل وتعضيد القيم المشتركة. وصل إلى الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس عدد من المواطنين، بعضهم فارق الحياة وآخرون يتم إسعافهم من قبل الكوادر الطبية بالهيئة إثر غرق مركبهم عند الحدود اللبنانية السورية في موقع مقابل منطقة المنطار ومقابل أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس. هذا وقال مدير عام الموانئ البحرية العميد المهندس سامر قبرصلي إنه تم العثور على 24 شخصاً مفارقين الحياة و13 ناج تم إسعافهم إلى مشفى الباسل بطرطوس مع استمرار عمليات البحث في الموقع، وتشارك عدة زوارق وأيضا زوارق العديد من الصيادين. تستمر ميليشيا قسد بانتهاكاتها والتضييق على الأهالي في مدينة القامشلي من خلال فرض أتاوات على أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية فيها. مصادر أهلية في مدينة القامشلي بيّنت أن أكثر من 160 محلاً تجارياً في القامشلي أغلقها أصحابها احتجاجاً على فرض هذه الأتاوات الباهظة والتي تتم جبايتها بالقوة عن كل قطعة كهربائية في محلات بيع الأدوات الكهربائية، إضافة لفرض ضريبة عن كل مراجع لعيادة طبيب تستوفى عنوة من الطبيب صاحب العيادة. وأضافت المصادر أن محلات الصاغة لا يمكنهم عرض جميع القطع الذهبية لأن مسلحي قسد يأخذون منهم نسبة من الأموال عن كل قطعة مجوهرات تعرض على واجهات المحلات. تلبية لرغبة الأهالي باستمرار التسويات التي طرحتها الدولة، يستمر عمل مركز التسوية الذي افتتحته الجهات المختصة في السابع من الشهر الجاري في مدينة خان شيخون بريف إدلب لإفساح المجال أمام الراغبين بتسوية أوضاعهم. أنا من صوران حماه جاي أعمل تسوية لأبن خوي يجي على حضن الوطن، ومنشكر سيادة الرئيس بشار الأسد اللي قام بهال المكرمي الجميلي الكويسي لأبنائه ويجا لا يتردد ولا لحظة. تعامل جدا ممتاز، يعني تعامل يعني جدا فظيع، تعامل أخوي طبعا يعني بالدرجة الأولى تمام يعني، وهذا العمل جدا ممتاز باعتبار يعني في ناس يعني مجبرين يعني للسفر لبرا وهلا بده يرجعوا لبلدهم لأرضهم يعني، وهذا العمل المصالحة يعني جدا ممتاز، يرجعوا لبيوتهم لأهلهم لشعبهم لناسهم. أنا عملت طلب مصالحة مشان ابني. أنا فران من 2020 وهلأ جاي أسوي تسوية في منطقة إدلب 2022، بشكر سيد الرئيس على التسوية وعلى الوضع اللي احنا فيه هلأ حاليا. اقتحم عضو الكنيسة الإسرائيلي إتمار بن غفير المسجد الأقصى، وجال بن غفير في باحاته بدءا من باب المغاربة بحراسة من قوات الاحتلال. هذا ويأتي الاقتحام عشية الأعياد اليهودية وسط دعوات وبرامج لتنظيم اقتحامات جماعية للأقصى طيلة 3 أسابيع. Thank you.
استعرض الجيش اليمني قواته بمناسبة العيد الثامن لثورة 21 من أيلول سبتمبر في ميدان 70 في العاصمة صنعاء. هذا واستعرضت القوات منظومات صاروخية متطورة وأسلحة بحرية ودفاعات جوية وطرادات بحرية حديثة من إنتاج هيئة الصناعات الحربية اليمنية. أكد الحرس الثوري الإيراني أن أعمال الشغب والاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق محاولة عبثية من أعداء الشعب الإيراني ستبوء بالفشل. هذا وثمن حرس الثورة بصيرة الشعب وعدم انسياقه مع مؤامرة العدو المنظمة ضد أمن إيران، وذلك بعد أن شهدت بعض المناطق أعمال شغب بحجة وفاة الشابة مهسا أميني جراء أزمة قلبية داخل أحد مراكز الشرطة، لتسفر المجريات عن مقتل وإصابة عدد من الإيرانيين بينهم عناصر من الشرطة. وانطلقت الاحتجاجات رغم نشر فيديو من كاميرات المراقبة يوثق اللحظات الأخيرة في حياة أميني في مركز الشرطة ويثبت عدم تعرضها لأي عنف. بدوره أكد المدير العام للطب الشرعي في طهران مهدي فروزش عدم وجود آثار للضرب والجروح على رأس ووجه أميني. خلال عرض رسمي قدمت القوات الإيرانية جانبا من قدرات قوات الدفاع الجوي المصنعة محليا كمنظومة باور 373 القادرة على تحديد 300 هدف والاشتباك مع 6 أهداف في نفس الوقت، ونظام صواريخ مرصاد الذي يستطيع الاشتباك مع جميع أنواع الطائرات وصواريخ كروز والطائرات دون طيار. كذلك تم عرض نظام رادار أرش بعيد المدى. هذا وتم الكشف عن صاروخ رضوان أرض البالستي للمرة الأولى والذي يصل مداه إلى 1400 كيلومتر. با دو نوع هدایت ضربه سخت و دقت اصابت همینک سامانه موشکی رضوان را مشاهده می‌فرمایید. سامانه موشکی قدر اچ را ملت شریف ایران مشاهده می‌فرمایید. قدرت نظامی ما إذا ما شعرنا بأي خطر من الوجود الصهيوني في المنطقة سنرد عليه بقوة، وننصح بلدان الخليج الانتباه إلى فتن الكيان الصهيوني ونعتبر وجوده مصدر الشر. قسم كبير من إنجازاتنا العسكرية لم نعلن عنها بعد. الإنجازات التي لدينا في مجال المسيرات والصواريخ والحرب الإلكترونية جعلت إيران في عداد الدول الكبرى. درستي از اراده ما و توانمندی های ما صاروخ رضوان مصنف كواحد من صواريخنا متوسطه المدى ويدخل الغلاف الجوي للارض بسرعه 8 أضعاف سرعه الصوت، ولا بد من التاكيد على اننا في طليعه التكنولوجيا في مجال الطائرات المسيره. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني إقامة عرض بحري بمشاركة مئات الزوارق في مياه الخليج بمنطقة بندر عباس. فراجاي هميشه قاب در رقاب بلايات بسيجيان سرفراز را از مقابل حرم حضرت امام رحمت الله عليه مشاهده می فرمایید. تیمون رو به برادر عزیز همرزم گرانقدرم مقام عظمای بلايات و شما حضار محترم خواهیم بود. صرح
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاستفتاءات في دونباس وزاباروجيا وخيرسون هي استجابة لنداء الرئيس الأوكراني للروس بمغادرة أوكرانيا. وفي اجتماع لمجلس الأمن أشار لافروف إلى تغاضي العواصم الغربية عن جرائم قوات كييف والزمر النازية في دونباس. سلطات أوكرانيا تدعي أنها تحترم اتفاقيات مينسك في حين أنها تقوضها. ألمانيا وفرنسا وأمريكا تغض الطرف عما يجري في دونباس، حيث يجري تجاهل ما فعله الجيش الأوكراني والمجموعات القومية في دونباس. أوكرانيا قامت بحذف اللغة الروسية من المناهج الدراسية في ممارسة تشبه ما فعله النازيون، وعملت على فرض اللغة الأوكرانية على السكان الأصليين وحظر اللغة الروسية. الأوكرانيون يسعون لتدمير روسيا، والغرب الذي يؤجج النزاع يفلت من العقاب، وأوكرانيا تستعمل المدنيين دروعا بشرية. الدول التي تقدم السلاح تطمح بوضوح إلى إطالة أمد القتال لأطول فترة ممكنة على الرغم من الضحايا والدمار. تقديم الأسلحة لأوكرانيا يعني التورط المباشر للغرب في الصراع، ونطالب الأمم المتحدة بالكشف عن هويات الجثث التي عثر عليها في بوتشا، وهذا مهم لمعرفة ما جرى. لاقى تهديد القائد الأسبق للقوات الأمريكية في أوروبا بضربة ساحقة للأسطول الروسي وقواعده في القرم لقى ردا مباشرا من ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي. وأكد ميدفيديف في بيان عبر تيليجرام استعداد بلاده لاستخدام جميع الأسلحة بما في ذلك النووية لحماية أراضيها. كذلك وصف الجنرال الأمريكي بالأبله، فيما بيّن أن الأسلحة الروسية فرط الصوتية قادرة على الوصول إلى أهداف في أوروبا وأمريكا بشكل أسرع بكثير. أعلنت الدفاع الروسية أن ضربة جوية للواء أوكراني بمنطقة خاركوف أدت إلى تصفية 100 عسكري وتدمير 20 قطعة من المعدات بما فيها راجمة هامرس الأمريكية. بالمقابل أدت ضربات جوية بأسلحة دقيقة إلى مقتل 150 فردا وتدمير 19 قطعة من المعدات في زاباروجيا، إضافة إلى القضاء على نحو 90 مسلحا وتدمير 15 قطعة من المعدات في دونسك. تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة والأسلحة في منطقتي خاركوف وزابروجي، وإسقاط 17 طائرة دون طيار، واعتراض 37 قذيفة من راجمات الصواريخ، وتدمير 7 صواريخ أمريكية مضادة للرادار من طراز هارم في الجو فوق خيرسون. نظام كييف يواصل الاستفزازات بهدف إحداث كارثة في محطة الطاقة النووية في زابروجي، حيث أطلقت المدفعية الأوكرانية خلال اليوم الماضي 13 قذيفة مدفعية على مدينة إنيرغودار والمنطقة المجاورة لمحطة زابروجي. صرح رئيس جمهورية دونتسك دينيس بوشيلين الذي وقع المرسوم الخاص بالتبادل أنه نتيجة للعملية تم تسليم أوكراني 215 شخصا لأوكرانيا، بعضهم ينتمون إلى الكتائب القومية المتطرفة. من جانبها أعلنت الدفاع الروسي استعادة 55 أسير حرب من روسيا ولوغانسك ودونتسك نتيجة للمفاوضات مع الجانب الأوكراني. صرح الكرملين أن وضع العملية العسكرية الخاصة بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا لم يتغير، لا سيما أن الدفاع الروسي بينت أن التعبئة ستشمل 1% من إجمالي موارد التعبئة في الاتحاد الروسي. هذا وفي التطورات قتل 6 أشخاص من ضمنهم طفلة في قصف مدفعي أوكراني استهدف أحد أكبر الأسواق التجارية وسط دونتسك. يا
أعلن الأمن الروسي إحباط سلسلة هجمات في مقاطعة خيرسون خططت المخابرات الأوكرانية لتنفيذها خلال الاستفتاء المزمع إجراؤه في المقاطعة للانضمام إلى روسيا. هذا وتم اعتقال أحد الأشخاص في خيرسون خطط لتفجير خطوط التوتر العالي التي توفر الكهرباء لمقاطعتي خيرسون وزاباروجيا وجمهورية القرم، كما تم كشف مخرب ثان في بيرياسلاف وتم تصفيته بعد أن أبدى مقاومة مسلحة خلال اعتقاله. وتمت خلال المداهمة مصادرة 10 كيلوغرامات من مادة TNT مع عبوات متفجرة وخرائط لمنشآت البنية التحتية للمدينة. أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وتيماء حيدر. مساء الخير تيماء. مساء النور وفاء. شكرا. مساء الخير مشاهدينا، مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العناوين. بعد وصولها إلى حما، وزير الكهرباء يؤكد قوافل المعدات الكهربائية ستصل إلى جميع المحافظات تباعا. وفي ظل تفاقم أزمة الطاقة، الاتحاد الأوروبي يخفف قيودا على روسيا. أهلا بكم. وصلت قافلة من التجهيزات والمعدات والمحولات الكهربائية إلى محافظة حما لدعم عمل الشبكة الكهربائية في المحافظة وتنفيذ أعمال الصيانة بهدف تحسين واقعها. وأوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن هذه القافلة تضم محولات وكابلات وأمراس ألمنيوم لإعادة تأهيل وصيانة المنظومة الكهربائية. 13 شاحنة وصلت محافظة حما محملة بتجهيزات ومعدات كهربائية تهدف لتحسين واقع المنظومة الكهربائية في المحافظة، وسط آمال المواطنين بتحسن ترددية الشبكة والتخفيف من الأعطال المستمرة. القافلة تضمنت مراكز تحويل وزيوت خاصة بالمحولات وأبراجا حديدية وأعمدة بيتونية وكابلات وأمراسا وعلب وصل، وسيتم توزيعها وفق الأولويات لمختلف مناطق المحافظة ريفا ومدينة. هذه المحطة هي كانت محطة نقالة في اختناقات بمحطة الإسمنت ومحطة حما. تم تصميم هذه المحطة بفكرة ودراسة من قبل الخبرات الوطنية الموجودة بالمؤسسة، وتم تنفيذها من أجل التخفيف عن محطة الإسمنت ومحطة حما 2. العمال الفنيين فيها ممتازين، مجموعاتنا شغالة، حمولاتها جيدة. إنما نحن كل فترة وفترة بنوقف للصيانة الدورية أو الطارئة، أحيانا مثلا نعطل طارئ بنوقف مشانه نعمل صيانة، أو صيانة دورية كل 6 شهور في صيانة دورية للمجموعات. اليوم المجموعة الأولى شغالة حمولة 108 ميجا وات، المجموعة الثالثة شغالة حمولة 175 ميجا وات، المجموعة الثانية واقفة أسبوع صيانة دورية عادية. إن شاء الله الجمعة الليلة راح نبلش إقلاع. كيب مركز تحويل 630 كافئة، تخفيف حمولة عن مركز الشعبي الجديد ومركز عبد المنعم الرياض طبعا، وتحسين وضع الكهرباء بشكل عام نتيجة المشروع الجديد هذا. وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل اطلع ضمن زيارة موسعة تزامنا مع وصول القافلة على أعمال الصيانة التي تجريها الورشات الفنية في الشركة العامة لمحطة توليد كهرباء الزارة للمجموعة الثانية بهدف رفع طاقتها وكفاءتها الإنتاجية، وأعمال إنشاء محطة تحويل بيرين 66/20 كيفي في الريف الجنوبي وتأهيل خطوط المنخفض في ناحية عقرب ومركز تحويل أرضي في مدينة مصياف. طبعا يتم تجهيز قوافل لكافة المحافظات من أجل زيادة وتوقية الشبكة الكهربائية استعدادا لفصل الشتاء. بدأت الزيارة بمحطة توليد الزارة، طلعنا أعمال الصيانة التي تجرى الآن، الصيانة الدورية التي تجرى على العنف الثانية إضافة إلى أبراج التبريد، ثم بعد ذلك إلى محطة بيرين، محطة جديدة يتم إنشاءها بكوادر وطنية، محطة 66/20 مؤقتة لحل مشكلة الكهرباء في هذه المنطقة. ثم تابعنا تفقدنا بعض الأعمال التي تقوم بها شركة كهرباء حما في أكثر من منطقة منها مصياف. تجهيز جاي يعني الهدف منه تحسين الواقع الكهربائي في محافظة حما،
من تكبير استطاعات المحولات المركبة مشان فترة اللي بتيجي فيها الكهرباء ما يصير في عنا انقطاعات. كمان في عنا شبكات مهترئة، هالشبكات هي بتسبب ضعف كهرباء، كمان بتسبب أعطال كتير وخاصة في فصل الشتاء. فنحن رح نقوم باستبدال الجزء الأكبر من هذه الشبكات بالمواد المقدمة من الوزارة. كمان في عنا قرى، إعادة تأهيل القرى اللي دمر الإرهاب، الشبكات اللي دمر الإرهاب حسب الخطط الموضوعة رح نقوم بإعادة الشبكة الكهربائية لهذه القرى من أجل مساعدة الأهالي العودة إلى استقرارهم في قراهم. جهود حكومية كبيرة لتحسين واقع الشبكة الكهربائية في كافة المحافظات السورية قبل قدوم فصل الشتاء بجهود وخبرات وطنية لعلها تنعكس إيجابا على المواطنين. وفي السياق أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الوجهة القادمة لقافلة المعدات الكهربائية اللازمة لصيانة الشبكة وتحسين واقعها ستكون باتجاه محافظة درعا ومنها إلى السويداء والقنيطرة وريف دمشق وطرطوس وصولا إلى جميع المحافظات. وأشار الوزير الزامل في تصريح لصحيفة الثورة المحلية إلى أن قيود المواد التي تم توزيعها والتي ستوزع في قادمات الأيام تصل إلى عشرات المليارات من الليرات، وهي تأتي في إطار الدعم الحكومي الدائم لإعادة صيانة المنظومة وتحسين الواقع الكهربائي، منوها إلى أن الأولوية ستكون للمناطق التي دمرت فيها البنية التحتية الكهربائية بفعل المجموعات الإرهابية. افتتح معمل الألبان والأجبان في مدينة السبخة بريف الرقة المحرر بالتعاون بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالرقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ينفذ مشروع دعم سلسلة القيمة للمنتجات الحيوانية وبإشراف جمعية سوريا اليمامة. تم افتتاح معمل الأجبان والألبان في مدينة السبخة بريف الرقة الشرقي المحرر. المعمل يستقبل الحليب من مربين الأبقار والأغنام. احنا ناخذ قدر إمكاننا الحليب بأعلى سعر ونحوله أو نصنع منه لبنة وجبنة ولبن ونبيع المنتج بأقل الأسعار، يعني بأسعار منافسة للسوق المحلية تقريبا. يعني إحنا بدنا نحاول نصل إلى من 300 إلى 500 كيلو، عم نطور. يعني بدأنا بخمسين كيلو، الآن وصلنا إلى 110-120 كيلو. نقوم إحنا بدورنا باستلام الحليب من المراضعين ومربين المواشي، فحصه في المخبر بالقسم في المعمل لفحصه الدسم وإلى آخره ونظافته، وإذا في خلط ماء أو كذا إلى آخره. نشرف على نظافة الإنتاج ونظافة المعمل ويكون عالية الجودة. نفحص درجة الحرارة انه الحليب لسه طازج ولا صار له يوم يومين كذا، فعندنا درجه حراره لازم تكون ضمن درجه حراره الجسم الطبيعي. فعندنا مقياس ثاني اسمه هو البيئه الحموضه، فهنا نقيس احنا البيئه. عندنا للبيئه عندنا مقاييس محدد، عندنا يعني بشكل تغريبي من 6.5 إلى 7 هنا درجه البيئه الشاي تكون مقبول. اذا كان اعلى منها فهنا الحليب ما نستقبله احنا. يستقبل المعمل الحليب من مربي الأغنام والأبقار بأعلى سعر ويستخرج منه جميع مشتقاته بعد أن يخضع لفحص في المخبر الخاص بالمعمل ويطرح بالسوق المحلية بسعر التكلفة. وقد بلغت القدرة الإنتاجية للمعمل 500 كيلوغراما تقريبا يوميا، والمعمل قيد التطوير. نحن عاملتين نستقبل الحليب ونصفي بعدها نخفره تصير درجة الحرارة 50 أو 45. هذا المعمل الجديد يعني أول مرة يفتح عنا بالصفخة ووفر فرص عمل للشباب وبنات هذه المنطقة، وبالإضافة إلى كافة مشتقات الألبان والأجبان. يرفض المشروع الأسواق المحلية بمنتجات الألبان والأجبان طبقا للمواصفات القياسية وبأسعار منافسة، ويساهم بخلق فرص عمل جديدة لعدد من الأسر في المنطقة.
حدد فرار مؤسسة سوريا للحبوب في الحسكة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع موعدا لاستلام الأقماح من الفلاحين والمنتجين ممن لم يتمكنوا من تسويق محصولهم خلال الفترة الماضية، ويأتي تحديد أيام الاستلام والتسويق في إطار حرص المؤسسة على استقبال إنتاج الفلاحين وإتاحة المجال لمن لم يتمكن من تسويق محصوله وإيصاله خلال الفترة الماضية إلى المراكز المعتمدة للتسويق. هذا وسيكون التسويق إلى مركز الثروة الحيوانية يوم الأحد وإلى مركز الطواريج يوم الخميس. حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول من أن عملية القضاء على التضخم سوف تنطوي على بعض الألم، وجاء ذلك بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك المزيد من الزيادات في المستقبل في موقف شرس يثير مخاوف من حدوث ركود. المسؤولون سيستمرون في التصرف بقوة لتهدئة الاقتصاد وتجنب تكرار ما حدث في السبعينات وأوائل الثمانينات، وهي المرة الأخيرة التي خرج فيها التضخم عن السيطرة في الولايات المتحدة. إن الاحتياطي الفيدرالي غير مستعد للتخلي عن مصداقيته التي كسبها في مكافحة التضخم والتغلب عليه. البنك المركزي الأمريكي ملتزم برفع أسعار الفائدة وإبقائها مرتفعة حتى ينخفض التضخم، ونحذر من اللجوء إلى مسار معاكس في الأمد القريب. علينا أن نجعل التضخم وراءنا. أتمنى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك، لكن لا توجد. في سياق منفصل، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الفحم الروسي أبرز موارد الطاقة الروسية، والذي تم فرض حظر أوروبي على هذه الإمدادات في وقت سابق من هذا العام 2022. تخفيف العقوبات الذي أعلنه الاتحاد يسمح بنقل الإمدادات إلى دول أخرى حول العالم، كما أفادت المفوضية الأوروبية بأنه يجب السماح بنقل سلع والتي تشمل الفحم من أجل مكافحة انعدام أمن الغذاء والطاقة حول العالم. هذا وعلقت صحيفة إزفيستيا الروسية على القرار قائلة إنه على الرغم من أن وثيقة المفوضية الأوروبية ذات الصلة تشير فقط إلى الإذن بنقل الفحم، فعلى الأرجح فإن الأوروبيين سوف يسهلون الوصول إلى المورد لشركاتهم. أخبار الاقتصاد انتهت، شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع وفاء. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا بكم. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على إعلان حالة الطوارئ في بورتوريكو، وأمر بالمساعدة الفيدرالية للمناطق المتضررة من آثار فيونا. إعصار فيونا يشق طريقه إلى برمودا بعد أن عصف بدول عدة في أمريكا الجنوبية وكان مصنفاً كإعصار ضمن الفئة الأولى، إلا أن قوته ازدادت وسرعة الرياح المصاحبة وصلت حالياً إلى 201 كيلومتر في الساعة، أي سيكون بقوة إعصار من الفئة الرابعة، حيث تسبب بمقتل 4 أشخاص في بورتوريكو وحدوث فيضانات وانقطاع للكهرباء في الدومينيكان، ما تسبب بسقوط قتيلين ونزوح نحو 1250 شخصاً، وأودى بحياة شخص في جزر جوادلوب، كما تسبب بضرر جزر توركوس وكايكوس. المركز الوطني للأعاصير ومقره في ميامي بالولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي أعلن أن فيونا هو الإعصار الكبير الأول في موسم 2022 للأعاصير في المحيط الأطلسي، وستصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة. سلطات هذه الجزر قد دعت في وقت سابق كل السكان إلى ملازمة منازلهم، فيما تضرب رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة يصل مستواها إلى 20 سنتيمترا بعض المناطق. ويذكر أن فيونا هو أول إعصار يوجه ضربة مباشرة لجمهورية الدومينيكان منذ العاصفة جين التي خلفت أضرارا جسيمة في أيلول سبتمبر 2004، لتأتي فيونا بكارثة عاثت خرابا
دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن لنقاش مع حاكم بورتريكو حول الوضع في المنطقة، والوعد بإرسال المزيد من أفراد الدعم إلى الجزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة. مشاهدينا، في هذه النشرة بقي تذكير بأبرز ما جاء فيها. خلال لقاءاته مع عدد من وزراء الخارجية، المقداد يؤكد تنسيق الجهود لإفشال محاولات الغرب التدخل في الشؤون الداخلية للدول. عرض قدرات الدفاع الجوي الإيراني، إزاحة الستار عن صاروخ رضوان الباليستي. لافروف: الغرب يزود سلطات كييف بالمعلومات والأسلحة لقصف المدنيين في دونباس. ختام هذه النشرة، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.